سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. أحبائي كاين سؤال في الشطر أول، شطر ثاني وشطر ثالث، لازم باش تاخذ الهدية تجاوب على عليهم في ثلاثة. كم من مرة في اليوم يجب غسل الأسنان؟ الشطر الأول. الشطر الثاني، لمدة كم هي المدة اللي لازم نغسل فيها أسناننا؟ ثالثا، كم من مرة في السنة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟ ما تحكمش فرشة الأسنان وتقعد بها عام عامين، لازمها تتغير. هذا الشيء نعرفوه وقريناه. إذن كم من مرة في اليوم يجب غسل الأسنان؟ المدة. وكم من مرة في السنة نغير فرشاة الأسنان؟ يلا اللي عنده الأجوبة الثلاثة يرفع يده. شوفوا شوف الشطرة هذه. واسمك؟ نور. نور، شحال في عمرك نور؟ 11 سنة. الله يبارك، تقراي مليح؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ العام اللي فات جبت 9. 9 على 10؟ أه؟ على 10؟ الله يبارك، تصفيق عليها، تصفيق عليها، تصفيق على نور. لازم نشجعوا ولادنا اللي يقراوا مليح، ولازم نشجعوا ولادنا اللي يقراوا مليح. إذن كم من مرة في اليوم نغسلوا سناننا؟ ثلاثة مرات لمدة ثلاثة دقائق. وكم من مرة في السنة تغيير فرشاة الأسنان؟ لمدة ساعة. لا 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 لا، لمدة عام. فرشاة الأسنان شحال باش تغيرها؟ عام؟ لا، ها، لثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. إذن تعالي تعالي أحبائي، غسل الأسنان ثلاثة مرات في اليوم على الأقل عند الصحو وقبل النوم على الأقل. تعالي بنتي تعالي. تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، يعني كل فصل. يدخل فصل الخريف نغيروا الفرشاة، فصل الشتاء نغيروا الفرشاة،
فصل الربيع نغير الفرشاة وفصل الصيف نغير الفرشاة، ويجب غسل الأسنان لمدة ثلاثة دقائق. ثلاثة دقائق، برافو برافو برافو. عاودي ذكريهم باسمك. نور. نور على نور، شاطرة شاطرة بنتي، باينة تقراي مليح، الشابة شاطرة العروسة. الله يبارك الله يبارك. إذا أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. وراكي رايحة، وراكي رايحة، روحي هنا مازال ما هدرناش معاك. أعطيتها الهدية جات رايحة. إذا رامي راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. وشكرا لك. شكرا بنتي، شكرا بنتي، شكرا. تقدري تبقي معنا لحبيتي، تشوفوا لها مكان، هاو مكان هنا. إذن أحبائي، عمو يزيد دار لكم أغنية الدرسة، مازال ما هدرناش معها، وراكم داينها، مازال مازال مازال. تعالي تعالي تعالي، ما تروحش صديقتي بلا ما نهدر معها. واش راكي بنتي؟ لاباس. شنو اسمك؟ بشرى. بشرى. بشرى، الله يبارك. شحال في عمرك بشرى؟ ثمانية سنوات. الله يبارك الله يبارك. واش تقولي للأطفال؟ قولي لهم نحبكم. نحبكم. قالت لكم نحبكم، أنتم تحبوها؟ تحبوها؟ الله يبارك. يلا بنتي تفضلي. حجة قولي لنا كلمة. واش راكي الحجة؟ واش نقول لكم؟ نقول لكم الله يعطينا ساعة الخير إن شاء الله. قربي والله. قربي الميكرو الحجة. الله يعطينا الصحة والعافية. والله إن شاء الله ينصر الزجاجير من الأول للتالي، واللي يمشي لها بالخدق يقرق. ربي طول عمرك. أعطونا صغاري تاع الحجة. يمشي لها بالخدق يقرق. وصحة فيكم وربي يعطيك الصحة والعافية. ربي طول عمرك. سيدنا محمد. ربي يخليك ويطول في عمرك ان شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد، والله يزيد ولا ينقص. الله يعجل لنا الرجال امهال ويطلعوا الروس الجبال من هنا والشان. ربي طول عمرك وربي يخليك، ربي يخليك. احبائي احبائي، الحجه جات ودعت لنا بالخير، ودعت لكم كامل. ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم ان شاء الله يا اطفال. ومن بعد راح ندير مفاجأة للحجة، راح نغني لكم أغنية على الجدة. من بعد الأغنية تاع الدرسة، أي صفحة أي صفحة أي صفحة، درسي صفحة 8، تغنوا كامل معايا درسي. عمو يزيد هذه الأغنية دارها، هو حوار بين طفل وباباه، يقول طاح الليل والظلمة، لازم تردوا بالكم، لأن الدرس لما توجع راه توجع بزاف. ردوا بالكم، يجب غسل الأسنان بالفرشاة 3 مرات في اليوم لمدة 3 دقائق، ويجب تغيير فرشاة الأسنان 3 مرات 4 مرات في السنة، يعني كل 3 أشهر. تغنوا معايا طاح الليل والظلمة صفحة 6. يلا. أي بلاك صبر عليا حتى يطلع النهار ويبان الحال شوية، والطبيب راهو نايم نايم نومة هانية. يا كان يا وصيتك غسل أسنانك العشية.
يا ولدي ويا ولدي هذه هي لوسية، بالفرشات والمعجون اغسلهم صبح وعشية، وزيد تهلا فيهم تبقى سنانك قوية، والسوسة ما تعرفهم تبقى دايما محمية. والظلمة والدرسة طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا، يا بابا ويا ماما شوفوا اللي صار بيا. إذن أحبائي إن شاء الله ما توصلوش أنكم توجعكم الدرسة، وخاصة وانتم صغار هكذا ما تحملوش الألام. إذن يجب غسل الأيدي. تعالي 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 روحي تعالي تلاحة أروحي 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 بنتي ديري واش حبيتي تقولي لهم؟ نقرا في لاكريج. نقرا في لاكريج. تقراي في لاكريج وتقراي مليح؟ ولا شوية؟ تحبي تقراي؟ واسمك؟ تسنيم. ها؟ تسنيم. الله يبارك الله يبارك. هيا خلوها تقعد معنا. يلا ديو لها مكان. اروحي منا. يلا هاي. وقعدي معنا. إذن أحبائي يجب غسل الأسنان بالفرشاة، مهم جدا. جدتي أنت سر بسمتي. كاين واحد المقطع أنا نحبه بزاف. قول فيه: برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي، تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي يا جدتي. أحبائي الجدة أعز ما نملك، الجدة هي البركة في البيت. تغنوا معايا جدتي. قاب صحة. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. سهلة. يلا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا
حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. وحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. ودي من عمري تحي لنا بورك يا جدتي. ودي من عمري تحي لنا بورك يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. خذي من عمري لتحي لنا. شوفوا عمو يزيد كيفاش يمثل الجدة. خذي من عمري لتحي لنا بوركتي يا جدتي. الجدة هي البركة في البيت، هي البركة يا أحبائي. واش رايكم دركا؟ تعرفوا الاغنيه تاع
مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي. أي صفحة مدرستي؟ 31 صفحة، 31 اللي عندهم الكتب. مدرستي كم أحب مدرستي. ولكن قبل ما نروحوا المدرسة، شكون اللي يقدر يقول لي وش هو الشيء؟ كاين شيء يدور حولك دائما ولكنك لا تراه، شيء يدور حولك ولكنك لا تراه. شكون يقدر يقول لي؟ شوفي الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ ابتهال. واسمك؟ ابتهال. ابتهال، شحال في عمرك ابتهال؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. وش هو الشيء هذا؟ الهواء. الهواء، برافو، تعالي 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 تعالي. إذا شيء يدور دائما حولك ولكنك لا تراه. تعالي بنتي، تعالي. عاودي ذكرني باسمك. ابتهال. ابتهال، شاطرة ابتهال في الدراسة؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. ما هو الشيء الذي يدور حولنا ولكننا لا نراه؟ الشيء الذي يدور حولنا ولكن لا نراه هو الهواء. الهواء، تصفيق عليها تصفيق عليها، برافو برافو. أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي ابتهال، رامي وشيبس مهبول. إذا بنتي ابتهال شيبس مهبول، راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحصة، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله، شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي، تقدري تبقي معنا، شوفوا لها مكان. منا منا، شوفوا لها مكان جميل، وحنا نروحوا نغنوا لكم مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي. يلا معي كامل مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي.
المرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي، أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي، ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجب بها كأم يتي، هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. شكرا. فلتحيا مدرستي. أحبائي مدرستي كم أحب مدرستي. اليوم كاين فئة رسلوا عمو يزيد عبر صفحة الفيسبوك، عمو يزيد الصفحة الرسمية، سألوني قالوا لي هل المكان مغطى ولا في الهواء الطلق؟ على بالكم معلاش، كاين أطفال، كاين حالة مرض وين الأطفال ما يقدروش يقابلوا الشمس، واسمهم أطفال القمر. معنا اليوم، تعالوا تعالوا يلا أحبائي، تعالوا تعالوا تعالوا، أروحوا معنا، تعالوا. إذن هكذا يلا، واسمهم، واسمك وليدي؟ محمد. وانت واسمك؟ العيد. العيد اسمه؟ العيد. إذن محمد والعيد، الله يبارك الله يبارك. على بالكم أحبائي في هذه الدنيا هذه المؤمن مصاب، يعني الإنسان لازم يكون عنده الإرادة ويكون عنده المثابرة باش يتعدى الصعوبات. شوف أطفال أمليك، أطفال القمر ما يقدروش يخرجوا في النهار، ولكن تسيبهم عندهم إرادة للعيش، تسيبهم تقرأ وليدي؟ تحب القراية؟ إيه. وأنت تقرأ؟ والو. مازال ما يقراش. الله يبارك الله يبارك. أعطونا تصفيق عليهم. أحبائي أنا من خلال هذا المنبر نوجه لهم تحية على المثابرة، ولكن تحية للأولياء. الأولياء تحهم يقوموا بعمل جبار. أي ولي لأي طفل حتى الأولياء تحا نحيوهم ونقول لهم باللي ربي يقدرهم إن شاء الله، لأنه ما هوش عمل سهل سهل سهل. يا أخي عطوهم تحية، يلا تحية، سبقوا عليهم سبقوا عليهم. شكرا شكرا شكرا. أحبائي وش رأيكم بما أننا مع الفئات اللي محتاجة مساعدة؟ بالمرات الإنسان لازم يساعد ولو بشيء بسيط، ولو بشيء بسيط. وش رأيكم نغنوا أغنية ساعدني؟ عمو يزيد دار أغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. تغنوا كامل معايا ساعدني، يلا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك.
ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق بطيء سيري يا معينا كم تلقى من خير ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك برافو 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 قلت لكم ساعدني كن جنبي وأنا جنب لك يا أحبائي مساعدة الغير مساعدة الغير مهمة جدا جدا أحبائي كاين موضوع مهم جدا هو موضوع الجار موضوع الجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يا أحبائي الجار ثم الجار يجب حسن معاملة الجار الجار قبل الدار الجورة الحسنة يا أخي يا أحبائي الجورة الحسنة عمو يزيد دلكم أغنية على الجار قل فيها جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار ربي وخير الأنام أوصى في القرآن أحبائي حسن الجوار حسن الجوار لازم تراعي حسن الجوار تغنوا معايا جاري يا جاري مختار يلا كمل معايا جاري يا جاري مختار يلا جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار
جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار؟ حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار؟ حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار؟ جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. برافو برافو برافو. يجب أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ يا أحبائي، من غير المعقول أن الإنسان ينام شبعان وجاره جوعان. أحبائي، عندكم صلة الأرحام وحسن الجوار مهم جدا جدا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا لعمو يزيد، شكرا عمو يزيد على هذه الاستضافه، ونستضيفك دائما بالاغواط. كم نشكر مديريه الثقافه لولايه الاغواط وعلى الحفل الممتاز الذي حضره السيد عمو يزيد للاطفال، وشكرا مرحبا وسهلا به في ولايه الاغواط كل يوم ان شاء الله. تفضلي. شكرا لك يا عمو يزيد، فرحتنا اليوم. شكرا عمو يزيد على اقامه هذا الحفل. شكرا يا عمو يزيد على هذا الحفل، ومرحبا بك في ولاية الأغواط، شرفتنا وشرفت الجميع. شكرا لك على هذا الحفل الجميل. شكرا يا عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.